أعزائي متتبعي القناة، مساء النور ومرحبا بكم معي أحبائي في وصفة جديدة درتها للقناة اللي هي المهلبية. وصفة لذيذة جدا، خفيفة، تليق وتناسب جدا موسم الصيف لأنها بسيطة، مكوناتها بسيطة جدا. تابعوا معي الوصفة. لهذه الوصفة أحبائي نحتاج الكيلة نتاع رز مطحون هكذا. إذا ما لقيتيش تنجمي تاخدي رز وطحنيه عادي، واش طحنيه يعني دقيق، يعني راح طحنيه مليح بزاف. كيلة سكر، إذا الكيلة اللي خديتها رز خديها سكر، وست كيلات حليب كامل الدسم وماء ورد. إذا ما كانش عندك ماء ورد نجمي ديري ماء زهر. مزجي السكر مع أول خطوة، مزجي السكر مع الرز هكذا على جنب ماشي فوق النار. دو توت فاسون كل شيء غادي نخلطوه بارد في بارد، يعني ما نحطوش في النار حتى نخلطو كل شيء مع بعض. اذا مزجوا الدقيق السكر مع الرز. من بعد ضيفي الحليب كيلة بكيلة وممتون خلطي. اذا كل هذه الخطوات راني درتها يعني برا النار، مازال ما حطيتش القدر على النار، يعني الرز بارد، السكر بارد والحليب بارد. بعد ما نمزج الكل جيدا مع بعض نحطها في على نار هادئه ونواصل المزج، يعني ما نتوقفش، نمزج مليح فوق النار. بعد المزيج الماء نتاعي واللي اونكتيو بعد ما تولي تقيل كيما هكذاك، ضفت 6 ملاعق نتاع ماء ورد، 6 ملاعق ماء ورد فوالا. من بعد حطيهم في صحون ولا كؤوس اللي كان متوفر لديك. كان عندي القليل من شويه نتاع لي بيستاش الفستق الحلبي، طحنته درتها هكذا من الفوق، لمسة رائعة يمدها لهذه الحلوة. ودرت القليل يعني 4 حبات نتاع لي بيستاش هكذا كما يوضح الفيديو. وصفة بسيطة سريعة التحضير، يعني ما تاخدش منك بزاف وقت بتاتا إذا كان عندك مكونات بسيطة وتناسب بصراحة هذا الموسم، لأنها اللي فخاش اللي تخي فخاش كم غوسيت هكذا. انا كان عندي شويه القليل من تاع لي بيتال دو روز، ماشي ميم با دي بيتال دو روز، عندي براعم تاع ورد كنت شريتهم من عند المحل اللي يبيع لي زيبيس. درته شللته. هذا الورد يستعمل كوم تيزان، نجمي تشريه يعني ويتعمل كتيزان. انا خديتهم شللتهم وديكوريت بهم الحلوه نتاعي. اذا هكذا القليل من الفستق مطحون مع حبات قليله جدا باسكو يقهم، شتو سي كالكو شوز كي تري تري زيكورونت في سات، دونك لو بو دو كالكو بيستاش هكذا ليستوار دو دوني ان تي بو دو كولور اي ان ليجي غو لهاد لو ديسير. اي بي جي مي ما روز تيل كو فو لو فويي هكذا، والنتيجه كانت كما تشاهدون اعزائي وصفه رائعه المذاق. وشجعكم بصراحه ديروها، جو فوز انكوراج لا لا رياليزي سيت ريسيت كي تري تري فاسيل، فرانشمون تري فاسيل ا رياليزي افيك بو د انغريديون اي بي لو ريزولتا فرانشمون ايلي اكسيلون. نيزيتي با على فير فوالا. اتمنى اعزائي ان الوصفه هذه تكون عجبتكم، والى الملتقى احبائي في وصفه اخرى ان شاء الله.